سألتكم بالله هل تتوقعون هذا الشخص يقدر يتجاوز هذه السيارة ويخش أو ما فيه أمل؟ الواضح قدامنا ما فيه أمل نهائيا، واضح أن التحويلة صغيرة ومستحيل يقدر يتجاوز، يا راح يصدم هذه السيارة البيضة الكامري أو يشيل الصبات. خلني نشوف مع بعض. رقم واحد مسرع نوعا ما، يمشي حدود المية وفوق. رقم اثنين هو الغلطان 100% لو صدم السيارة البيضة من وراء. إذا الأغلب ما يعرفون هذه المعلومة، لا قدر الله إذا صدمك أحد من وراء ترى الغلط على اللي صدمك من وراء 100%، لا وهذا بعد بتحويله. رقم ثلاثة واضح أنهم بخط صفر أو بخط بعيد عن المدينة، يعني لو صدم بيتقروش قروشة عن بل تصل السطح وتشيل موتره. رقم أربعة لو صدم راعي السيارة البيضة وراعي السيارة البيضة معه عائلة أو أطفال أو معه مرة حامل، الله يعين هذا المسرع، لأنك إذا صدمت شخص معه مرة حامل وأنت الغلطان لازم يكشفون بالمستشفى إن هل الطفل أصابه شيء أو لا اللي في بطن الحامل. إذا مات الطفل داخل بطن أمه والله يعين بس، لكن سبحان الله اللي أنجى هذا الرجل كان بيطيح بكارثة، لكن الموقف ما له تفسير ومستحيل يخشى العقل، كان ما فيه أمل إنه يتجاوز 100%. ما أقول إلا سبحان الله المعنى الحقيقي إذا الله أراد أن يسترك. السلام عليكم، اشكر اي شخص يعبر عن رايه بالتعليقات. الاغلب كاتبين كثر من شطحات الاسبوع، يقصدون مثل هذه المقاطع الصدف الاعجوبيه. شطحه الاسبوع هذه بقناتنا مثل اليوم المفتوح بالمدرسه، يصير ننزل بهذا اليوم اي شيء شاطح. ما علينا، ترى قريت مواقفكم المرعبه والحمد لله على سلامتكم، واعجب انكم انت واحد يوجه اللي تصير له مواقف. يقول لو بغيتوا تطلعوا من البيت لا تنسون بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله. واشكر اللي سووا لي منشن بالانستغرام على المقاطع الغريبه هذه، هذا انستغرامي. اسعد باللايك اذا كنت من مشتركيني، واذا كنت ضيف جديد على القناه اشترك عندي لك ميول بالسيارات والجيمينج. وبس انا بدي بسي وخليك معي في الفيديو. أول فيديو هذا الرجال قطع إشارة، وقطع الإشارة لحاله عليه غرامة تصل إلى 6000 ريال وعقوبات تصل إلى السجن، لكن هذا شكله متصدق بهذا اليوم لأن الصدقة سبحان الله تدفع البلاء. خلينا نشوف إيش صار. سبحانه استر عليه، كان بيشيل بيبان الرجال ويشيل الرجال مع البيبان، وزود على كذا قاطع إشارة. ثاني فيديو هذا شخص طالع العصريات وجالس يفر بيغير جوه، لكن ما كان حاسب حساب لهذه اللحظة. انا الصراحه مستغرب، ما ادري وش كان عاجبه بالاكسبديشن هذا يصوره، والمشكله يصور يسار وما في شيء، صراحه استغربت انا جدا. الفيديو الثالث مشابه للفيديو اللي قبل، بس هذا يصوره هو مسرع. العجله من الشيطان، هذا شخص طاير بشارع ابدا ما يساعد، وما ادري على وش مستعجل، لكن صدقوني انه اخر مره يستعجل بعد هذا الموقف. كان بيدخل تحت الشاص، الشاص مو خسران شيء، اللي بيخسر المسرع، بتروح وجهية السيارة حقته. معروف الموتر إذا جت وجهية انسى يرجع مثل قبل، مهما صلح مهما عدل مهما بدل خاص تصير فيه خرابات، بالدركسون مكيف يصير ما يشتغل، يطفي خرابات زي كذا، الموتر يندمر، الكهرب كل شيء يندمر بالموتر، معروف إذا جت وجهية. الفيديو الرابع ما أقول إلا سبحان من أنجاه. الفيديو الخامس والله ما ادري هل هم يمزحون او جد، شوفوا.
وبس اكتبوا بالتعليقات وش تبون شطحة الأسبوع الجاية، مو شرط سيارات وشرط فسي كذا، لا أي شيء عادي ولو كان ما له دخل بالسيارات. بس مع السلامة وبالتوفيق.